السلام عليكم. ان شاء الله هنكمل محاضرات على الجزء بتاع الاي سي. احنا اشتغلنا لما يبقى ريزيستنس لوحده او اندكتنس او كاباسيتنس، وبعد كده اشتغلنا ريزيستنس مع اندكتنس كان اسمها كويل سيريز، واشتغلنا ريزيستنس مع كاباسيتنس. طيب النهارده ان شاء الله لو التلاتة مع بعض سواء سيريز او بارل، لو التلاتة مع بعض سيريز بالشكل ده كده الار والال والسي، فالتوتال امبيدنس اللي هي الزد، الريال بارت دايما اللي هو الريزيستنس، زائد الايماجين بارت اللي هو الاكس ال دايما كان بالموجب والاكس سي بالسالب. فدي الفورمولا اللي بجيب بيها التوتال امبيدنس بتاعتي، ان هي بتساوي الريال بارت زائد جي الاكس ال ناقص الاكس سي. طيب في مساله تيجي في الامتحان مهمه جدا سواء سيريز او باريل. لو هي سيريز بيقول لي كويل اندكتور ايه ال ال بتاعته عبارة عن 100 ملي هنري. احنا اتفقنا ان الكويل عبارة عن اندكتنس وريزيستنس، الاندكتنس 100 ملي هنري والريزيستنس بتاعتها ب10 اوم. الكويل ده كونكتد مع كاباسيتنس قيمتها 200 مايكرو فراد، يعني R و L و C توصلت كابسنس سيريز. طبعا يبقى توصلت سيريز مع كابسنس قيمته 200 مايكرو فراد، 200 فولت، وسكت. هنشوف القصة بتاعت 200 فولت دي. 50 هرتز بيقول لي فايند. أول حاجة عاوز التوتال امبيدنس الزد، وعاوز الكرنت، وعاوز الباور فاكتور. طيب رقم 2 عاوز الفولتج دروب على كل عنصر ات اتش اليمنت. رقم 3 بيقول لي درو الفيكتور او الفيزور دايجرام، اثبت لي فيه ان الصم مجموع ال VR وال VL وال VC equal التوتال ابلايد فولتج. طيب واحدة واحدة كده القصة دي. أول حاجة أن المعادلة بتاعت ال V of T عبارة عن V max ساين اوميجا تي زائد الزاويه بتاعتها. لو الموجة الدهاني الدهاني موجة ساين او موجة كوزاين، يبقى اللي قدامها ده قيمته او اسمه ماكسيمم فولتج. فعشان اجيب الفي روت من سكوير بتاعه بقسم الفي ماكسيمم على جذر 2. لكن هو في المسألة قال لي الفي بتساوي 200 فولت، ولا قال لي ان هي 200 ساين اوميجا تي او 200 كوزاين اوميجا تي. إذن ال 200 فولت دي على طول هي ال V effective أو هي ال V root mean square، يبقى مش هقسمها على حاجة. يبقى ال V اللي مدهاني دي على طول طالما ما ذكر ليش إن هي أو حطها لي في معادلة ساين أو معادلة كوزين، تبقى دي ال V effective على طول أو ال V root mean square. يبقى ال V root mean square اللي أنا هشتغل عليها عبارة عن 200، والسكت ما ادانيش ليها زاوية، إذن زاويتها 0، يبقى 200 بزاوية 0. طيب هو عاوز اول حاجة التوتال امبيدنس، يبقى الزد بتاعتي عبارة عن R XL ناقص XC. طيب XL عبارة عن اوميجا L عبارة عن 2 باي FL، الفريكوانسي مدهاني ب50 في المسألة، يبقى هتساوي 2 باي في 50 في ال L ب100 ملي هنري. ال L بتاعتي ب100 ملي هنري تديني 31.4 اوم، اذا ده قيمة ال XL. ال XC 1 على اوميجا C 1 على 2 باي اف سي، هتبقى 2 باي في 50. ال C مدهاني ب200 مايكرو فراد، يعني في 10^6 هتطلع فوق 10^6، تبقى ال XC بتاعتي 15.9 اوم. جبت الاكس ال والاكس سي
إذن الزد بتاعتي بتساوي الآر اللي هي بـ10 زائد جي 31.4 ناقص 15.9. الإكس إل أكبر من الإكس سي، فالإشارة هنا هتبقى بوزيتيف. لو الإكس سي هي اللي أكبر هتبقى الإشارة نيجاتيف. إذن هحسب الزد بالطريقة بتاعة الآلة الحاسبة، اللي هي هتبقى 10 زائد جي 15.5 تديني 18.4 بزاوية 57.2. قوم. طيب، ودي اسمها بولر فورم، الشكل ده كده اسمه بولر فورم، ماشي؟ عشان ايه اللي هي يديها لك قيمة وزاوية اسمها بولر فورم. هنتأكد كده اللي هي 10 15.5 48 والزاوية. طيب جميل، جبت الزد. تاني حاجة عاوز الاي، الاي بيساوي الفي روت من سكوير على الزد، ده الاي روت من سكوير طبعا. يبقى الاي بتاعي، الفي بتاعتي كانت 200 بزاوية 0 على الزد اللي هي 18.4، ودي الزاوية ده. يطلع لي التيار اللي هو 200 على 18، يطلع لي 10.87، وادي زاويته امبير. طيب لو قال لي انا عاوز الاي اوف تي والفي اوف تي، عاوز الاي اوف تي والفي اوف تي، هقول له الفي اوف تي عباره عن في ماكس ساين اوميجا تي زائد سيتا. الفي ماكس هو مديني الفي روت من سكوير ب 200، يعني 200 جذر 2 ساين اوميجا اللي هي 2 باي اف، 2 باي واف ب50 تطلع ب314 تي، وما ادانيش زاويه، يبقى زاويتها صفر. دي الفي اوف تي. طب انا عاوز الاي اوف تي، الاي اوف تي هتبقى اي ماكس ساين اوميجا تي زائد سيتا. الاي بتاعي ده الاي روت من سكوير، طلع لي ب10.87، هيبقى 10.87 جذر 2 عشان اخليه ماكس ساين 314 تي، بس ليه زاويه اللي هي ناقص امبير. اذا انا كده جبت له معادله الجهد ومعادله التيار لو طلبها، لو طلب الاي اوف تي والفي اوف تي. يعني في المطلوب هنا عاوز كمان الفي اوف تي والاي اوف تي، ماشي. جبت له الاي اوف تي والفي اوف تي، وجبت له الاي وجبت له الزد. عاوز الباور فاكتور. الباور فاكتور اتفقنا هي كوزاين زاويه الزد، يعني كوزاين 57.2 هيديني 54%. طبعا عاوزين نعرف اذا كانت لاج ولا ليد. الجهد كان زاويته صفر، والكرنت كان زاويته سالب 57، فالكرنت لاج الفولت، اذا الباور فاكتور هنا هتبقى لاج. طيب المطلوب التاني بقى ده اللي يهمني جدا، عاوز الفولتج دروب. الفولتج دروب اللي على الار واللي على الال واللي على السي، يعني ايه؟ يعني عاوز الفي ار وعاوز الفي ال وعاوز الفي سي. الفي ار عبارة عن الاي في الار، لان الاي اللي ماشي في التلاتة واحد. طيب الاي كان قيمته كام؟ الاي كان ب10.87 وادي زاويته، في الار كانت ب10 وزاويتها صفر. احنا عارفين ان الار دايما زاويتها صفر، هيديني 108.7 بزاوية 57. ده جهد اللي على المقاومة. يعني ايه الجهد اللي على المقاومة؟ طلع ب108 بس زاويته سالب 57، نفس زاوية التيار. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا عندي التيار بتاعي زاويته 57، والجهد بتاعي اللي على المقاومة، مش الجهد الكلي، اللي على المقاومة انفيز مع الكرنت. وده اللي احنا بنقوله، بنقول في حالة المقاومة دايما الكرنت والجهد يونيتي، انفيز الكرنت والجهد دايما في حالة المقاومة منطبقين على بعض، فزاوية المقاومة لازم تبقى هي زاوية، آسف، زاوية جهد المقاومة لازم يبقى هو نفسه زاوية التيار، زاوية جهد المقاومة لازم يبقى هو زاوية الايه؟ التيار. طيب الفي ال، الفي ال عبارة عن الاي في المقاومة بتاعته اللي اسمها اكس ال، الاي في الاكس ال هيساوي الاي كانت 10
وزاويتها سالب 57.8. ال XL أنا كنت حاسب قيمته، ال XL بتاعي كان ب31.4، بس ال XL ليه زاوية؟ ال XL ليه زاوية، أيوة اللي هي 90 درجة، ال XL زاويته 90. إذن لما في أجيب ده، التسعين ناقص وهضرب 10.87 في 31.4 يديني 341.31 فولت. ده الجهد اللي على الملف، الجهد اللي على الملف، الجهد اللي على الملف زاويته 32.8، والتيار اللي على الملف زاويته سالب 57. لو بصينا للاثنين دول كده هنلاقي ما بينهم زاوية 90. يعني ايه؟ يعني انا لو بصيت كده جهد الملف ده زاويته 32.8 متعامد عليه كده، يعني ما بينهم زاوية 90، التيار بتاعي اللي هو زاويته 57. لو انا بصيت للاثنين دول كده هنلاقي الزاوية 90. ليه 90؟ لان احنا خدنا في حالة الملف التيار بيتأخر عن الجهد بمقدار 90، في حالة الملف التيار بيتأخر عن الجهد بمقدار 90، في حالة المقاومة التيار والجهد منطبقين على بعض، المقاومة التيار والجهد منطبقين على بعض، في حالة الملف التيار بيتأخر عن الجهد بمقدار 90. وزي ما هنشوف دلوقتي في حالة المكثف التيار هنلاقيه بيتقدم عن الجهد بمقدار 90. ازاي؟ الـ VC عبارة عن الـ I في الـ XC، ادي الـ I بتاعي وادي زاويته، اكس سي كانت طالعه لي ب 15.9، وزاويه الاكس سي سي كام؟ اللي هي سالب 90، اللي هي سالب 90. تبقى الزاويه هنا 147.2، ولو ضربت ال 10 في 15.9 هتديني ال 173.81، دي اللي هي ايه؟ دي اللي هي قيمه جهد الملف. طيب الزاويه دي زاوية سالب 147 ودي سالب 57. لو بصينا هيك كده هنلاقي فعلا التيار بتاعي زاويته، لو قلنا ان الزاوية دي 57، ده الاي سي بالسالب، عمودي عليها كده، لو خدت عمودي عليها كده هنلاقي الزاوية دي لو قستها، هنلاقي الزاوية دي لو قستها هنلاقيها 147. لو قست الزاوية دي كلها هتلاقيها 147، لان هنا التيار بيتقدم الجهد بمقدار 90، التيار بيتقدم الجهد بمقدار 90، هنا التيار بيتأخر الجهد بمقدار 90، هنا التيار منطبق عن الجهد. يعني هنا دي يونيتي، هنا لاج، هنا ليد، هنا ليد. يبقى جبت له الفي ار والفي ال والفي سي. طيب المطلوب الاخير ده مطلوب مهم جدا جدا جدا، بيقول لي بالرسم ارسم لي الفيكتور او الفيزر ديجرام، بالرسم اثبت لي ان انا لو جمعت الفي ار ده مع الـ VL ده مع الـ VC ده يديني الـ V total، حيث الـ V total بتاعي أو الـ V root mean square بتاعي كان 200 بزاوية 0. إزاي أجمع الـ 108 بزاوية سالب 57 والـ 341 بزاوية 32 والـ 173 بزاوية ناقص 147؟ إزاي أجمع التلاتة دول يديني 200 بزاوية 0؟ إزاي الكلام ده؟ بص بقى يا سيدي، في خطوات كده ثابتة للرسم ده، نكتب بس الخطوات كده. اول حاجه لازم اخد سكيل للرسم. يعني ايه سكيل؟ يعني انا مش هرسم 108 سنتي و 341 سنتي و 173 سنتي، لا هاخد 1 سنتي بتمثلني مثلا، لو قلنا اقصى حاجه عندي اللي هي 341، لو خدناها على ال 50 هتديني 6 سنتي، معقوله، يبقى بتساوي 50 فولت، يبقى كل 1 سنتي ب 50 فولت، والتيار كان ب10 وكل 1 سنتي بيساوي مثلا 2 امبير. يبقى السكيل بتاع الجهد ملوش علاقه بسكيل التيار، سكيل الجهد ملوش علاقه بسكيل التيار. طيب دي اول حاجه هنعملها. تاني حاجه كده هنرسم خط افقي. يبقى هعمل ايه؟ هاجي كده واقوم جاي كده وقلمك الرصاص وارسم لي خط افقي كده بالشكل ده كده، ارسم لي خط افقي عادي كده
بعد كده مين اللي ثابت عندي في المسألة؟ يعني مين اللي ثابت في المسألة؟ يعني هي المسألة سيريز، عبارة عن R و L و C سيريز بالشكل ده كده. يبقى هنا التيار اللي ثابت ولا الجهد؟ التيار. يبقى هرسم التيار أول حاجة، التيار هرسمه بزاويته. يبقى هرسم التيار بزاويته، زاوية التيار سالب 57. طيب وقيمة التيار الآي بتاعي كان بعشرة 87 على السكيل بتاع اللي هو 2، يبقى يديني كام سنتي؟ يديني 5.4 سنتي. يبقى هرسم 5.4 سنتي بزاويته. يبقى مدام بزاويته يبقى هجيب منقلة كده وقف في نقطة، والنقطة دي هتبقى هي الرفرنس بتاعي. لو وقفت هنا مثلا وهاجي كده سالب 57 ادي 50 اهي كده، واوصل دي كده اهي، واقيس هنا التيار. ومش لازم اقيس التيار لان التيار مش هيعنيني في شيء، بس خدته مثلا بخمسة واربعة من عشرة، ادي 5.4، ادي هنا ده الاي بتاع المسألة، يبقى ده التيار بتاع المسألة بتاعتي. جميل. طيب ما يبقى عندي في المسألة في ار وفي ال وفي سي. الفي ار بينطبق على الفي ار بتاعي طالع ب108.7 وزاويته هنا، يبقى الفي ار بينطبق على التيار. الفي ال بتاعي طالع ب341 و3 من عشرة ودي زاويته. الفي سي طالع ب173 وادي زاويته. طيب الفي ار بينطبق على التيار، والفي ال والفي سي واحد بيتقدم التيار ب90 وواحد بيتأخر عن التيار بمقدار 90. يبقى أنا هرسم الخطوة اللي بعد كده، هنرسم الـ VR بينطبق على التيار. طيب الـ VR بـ 108 108 و7 من عشرة على السكيل اللي هو 50. يبقى الـ VR 108.7 على 50 يديني 2.17 سنتي، ده اللي يهمني. يبقى هاجي كده وهقيس 2.17 2.17 اهو، يعني 2.1 أو 2.2، هتقل عليها كده يبقى ده الـ VR. طيب اتفقنا إن الـ VL، الـ VL بتتقدم التيار ب90 والـ VC بتتأخر ب90، الـ VL ب90 والـ VC ب90. يبقى أنا ده التيار بتاعي، لو خدت عمودي عليه، لو خدت متعامد عليه كده 90، عمودي عليه متقدم ب90 ومتأخر ب90. يعني أنا لو جيت كده أدي التيار بتاعي، يبقى هنا كده ده الـ VL وده الـ VC بتقدم ب90، يبقى الـ VL لو انا قست الزاويه دي كده انا واثق انها تبقى 32، ولو قست الزاويه دي كده هتطلع 100 سالب 774. يعني لو جيت كده وقست الزاويه دي كده اهي 32. جميل. طيب ولو قست الزاويه دي كده هتلاقيها 147. طيب ده الـ VL وده الـ VC.
انا عاوز اجمع الفي ار مع الفي ال مع الفي سي عشان اجيب الفي توتال. يبقى هنا افضل طريقه او اسهل طريقه ان انا اجمع مين؟ اكيد اللي على الاستقامه واحده الاول. هجمع على الاستقامه واحده الاول وبعد كده اجمعهم مع الفي ار. يعني الخطوه اللي بعد كده هنا هنرسم الفي ال عمودي متقدم على التيار، ونرسم الفي سي عمودي متاخر عن التيار. طيب الخطوه اللي بعد كده هنجمع جمع جبري الفي ال والفي سي. جمع جبري ليه؟ لانهم على استقامه واحده. طيب ده دايما موجب وده دايما سالب. هقوم قايل له كده الفي ال ناقص الفي سي، يبقى هطرح ال 341 وناقص ال 173. 341 ناقص ال 173 طلع لي بالموجب، يبقى في اتجاه الفي ال. لو كان طلع لي بالسالب هيبقى في اتجاه الفي سي. إذن الفي ال ناقص الفي سي هقسمه على السكيل اللي هو الخمسين، يديني 3.35 سنتي. إذن هو طلع لي قيمته موجبة، يبقى هرسمه لفوق. لو كان طلع لي قيمته سالبة هرسمه لتحت. 3.35 سنتي، هقوم آخد كده 3 وتقل عليها كده، تبقى الحتة دي اسمها VL ناقص الـ VC. عاوز أجمع الـ VL ناقص الـ VC مع الـ VR. أجمعهم إزاي؟ إن أنا هكمل الموازيات بتاعتي. يعني إيه أكمل الموازيات بتاعتي؟ يعني هاجي كده من نهاية ده كده، من نهاية ده كده هاخد موازي لي اهو، ومن نهاية ده كده هاخد موازي لي ده بيوازي ده وده بيوازي ده. تبقى فين الفي توتال؟ ان كل رسم من هنا محدش يقول لي دي الفي توتال بقى، محدش يقول لي دي الفي توتال. المفروض الفي توتال اهي، المفروض الفي توتال اهي. يبقى دي الفي توتال بتاعتي، الفي توتال بتاعتها اهي. لو قستها هتلاقيها 4 سنتي. هتقل عليها بعد اذنكم كده، يبقى دي الفي توتال. طيب معلش هعمل بقى ايه اللي انا رسمته بالقلم الجاف اللي انا يهمني بس. ده وده ودي الموازيات ودي الفي توتال. الموازي دي ممكن اخدها من قطع كده، لو قست الـ V total يبقى هنا الخطوة رقم هنجمع الـ VL ناقص الـ VC مع الـ VR اللي هي المتوازي، موازيات المتوازي المستطيلات اللي هنكمله ده، وبعد كده الناتج الـ V total. طيب الـ V total بتاعي طلع لي بـ 4 سنتي، يبقى هضربه في 50 هيديني 200 فولت. وزاويته بكام؟ زي ما انتم شايفين في المسألة زاويته بصفر، عشان كده طلع هنا زاويته بصفر. لو كان في المسألة ليه زاوية كان هيطلع ليه زاوية سواء موجبة أو سالبة. يعني مش كل المسائل هيطلع الشكل ده، هنا في المسألة زاويته بصفر فطلع كده. إذن الفي توتال بتاعي بيساوي 200 بزاوية صفر. إذن رسمت خط أفقي، رسمت التيار بزاويته، وقعت عليه الفي آر، وبعد كده عمود على التيار متقدم الـ VL متأخر الـ VC، جمعت الـ VL مع الـ VC والناتج موازيات مع الـ VR، يبقى هو الـ V total. والرسمة كلها برسمها من النقطة دي،
ما حدش يجي يقول لي دي الفي توتال، دي الفي توتال. اظن كلامي واضح. طيب الكلام ده لو المساله كانت سيريز، لو المساله سيريز. طيب لو مديني المساله بالشكل ده قايل لي هقول له 10 اوم ريزيستنس، ومديني مثلا هنقول بس عشان ارقام عشرين اوم اندكتيف رياكتنس اللي هي الاكس ال، اند عشرة اوم كاباسيتيف رياكتنس اللي هو الاكس سي، ار كونكتد اتوصلوا باريل، وصلوا باريل مع 200 بزاوية 30 فولت. يبقى هو هنا اداني 200 بزاوية 30 فولت. 50 هرتز ممكن يذكرها لي او ما يذكرها ليش، لان ملهاش معنى، لان انا عندي الاكس ال والاكس سي. بيقول لي فايند توتال امبيدنس اند ادميتنس. هنشوف ايه الادميتنس دي. رقم 2 الكرنت ان اتش برانش اند التوتال كرنت، عاوز التيار في كل فرع والتيار الكلي. التوتال باور فاكتور، ارسم لي الفيزور دايجرام. واحده 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 كده. لو جينا اول حاجه دايرة عباره عن مقاومه واكس ال واكس سي توصلهم باريل مع جهد طبعا 200 بزاويه 30، اتفقنا دي خلاص هتبقى الروت من سكوير، لا قال لي ما قاليش 200 ساين او 200 كوزاين. يبقى الجهد عندي 200 بزاويه 30، الار ب 10 اوم، اكس ال ب 20 اوم، 20 اوم يبقى دي 20 اوم بس، دي تاخد جي بالموجب، اكس سي ب 10 تبقى ناقص جي 10. اخد بالي من الحكايه دي، اخد بالي من الحكايه دي. طيب هو عاوز التوتال زد، دول متوصلين باريل، يعني واحد على زد توتال بيساوي واحد على زد واحد زائد واحد على زد اتنين زائد واحد على زد تلاتة. الادميتنس بتاعتي اسمها واي، الواي دي تمييزها بحاجة اسمها سيمنز او مو، بتساوي واحد على زد. الواي مقلوب الزد، الواي مقلوب الزد. يبقى اما اقول لك توتال ادميتنس اللي هي الواي مقلوب الزد، طب انت بتقول لي واحد على زد توتال تبقى اسمها واي توتال، تساوي واحد على زد واحد هتبقى اسمها واي واحد زائد واي اتنين زائد واي تلاتة. يبقى انا افضل اجيب الواي توتال الاول وبعد كده اقلبها، يعني الواي توتال بتساوي ما هي الواي واحد؟ واحد على زد واحد. ما هو زد واحد؟ اللي هو المقاومة، يعني واحد على المقاومة عشرة. هل المقاومة لها زاوية؟ أيوة يا فندم، زاويتها صفر، زائد واي اتنين اللي هي واحد على زد اتنين، زد اتنين اللي هي مين؟ اللي هي الاكس ال، هتبقى واحد على. وانا بقول اكس ال ليه؟ لان انا قلت لك اندكتيف رياكتنس، ما قلتلكش اندكتنس، ومديها لك بالاوم ما اديتهالكش بالهنري، يبقى دي على طول اكس ال، يبقى دي على طول اكس ال. طيب واحد عشرين بزاوية، الملف زاويته كام؟ زاويته 90 زائد واحد على زد تلاتة اللي هو ناقص اكس سي، يبقى واحد على عشرة والمكثف زاويته سالب 90. اذا هقسم تبقى واحد من عشرة واطرح الزوايا. طيب هتبقى خمسة من مية بزاوية سالب 90 وواحد من عشرة بزاوية 90، يبقى هتساوي
هجمع دول ازاي، هحولهم كل واحدة لحقيقي وتخيلي، هحولها لحقيقي وتخيلي. ازاي احولها لحقيقي وتخيلي؟ لما كنت في الآلة الحاسبة بتاعتك كنت بتقول شيفت زائد عشان تحول من قيمة وزاوية، آسف، من حقيقي وتخيلي لقيمة وزاوية. لكن أنا عاوز أحول من حقيقي، من قيمة وزاوية لحقيقي وتخيلي، هقول شيفت وأدوس على زرار ناقص، هتلاقيه اتفتح كده. هكتب 1 من 10 كوما الزاوية وأقفل القوس. تاني، بدل ما أقول شيفت زائد هقول شيفت ناقص، هيكتب لي بدل ما يكتب لي بولر هيكتب لي ريكتانجلر، يبقى شيفت ناقص 1 من 10 زاوية 0، أقول بيساوي، هتلاقيه بيديني القيمة الريال اللي هي اكتب لي اكس بتساوي 1 من 10، ويكتب لي واي اللي هي هتطلع بزيرو. او حل اخر، 1 من 10 بزاوية 0 او 5 من 100 بزاوية سالب 90 او اني واي، اي حاجة قيمة وزاوية ممكن اعملها كده عشان اجيب الجزء الريال بتاعها. هقول 1 من 10 كوزاين الزاوية، وعشان اجيب الجزء التخيلي بتاعها 1 من 10 ساين الزاوية. كوزاين 0 بـ1 تديني 1 من 10، وساين 0 بـ0 تديني 0. إذن ده يديني 1 من 10 زائد g0، سواء كده أو كده. دي بالآلة الحاسبة، ودي على طول إن هي دي كوزاين وساين، أو بالآلة الحاسبة. طيب هي لو كانت كده وعاوز أحولها لقيمة وزاوية كنت قلت شيفت زائد. طيب إذن دي، طب أنت ليه بتعمل كده؟ لان ما ينفعش اجمع دول مع بعض بالشكل ده كده. دول ينفع اضربهم في بعض او اقسمهم على بعض، ينفع اضربهم في بعض او اقسمهم على بعض، لكن ما ينفعش اجمعهم مع بعض. لازم عشان اجمعهم مع بعض بحولها لحقيقي وتخيلي بالشكل ده كده، بحولها، طبعا دي بعملها بالآلة الحاسبة برضو، بحولها لحقيقي وتخيلي بالشكل ده كده، بحيث هجمع الحقيقي مع بعضه وهجمع التخيلي مع بعضه. إذن الواي توتال بتاعتي هتساوي الحقيقي بـ1 من 10، 5 من 100 ناقص هتبقى زائد جي 5 من 100 مو. طيب إزاي دي أحولها لقيمة وزاوية؟ بسيطة، بالآلة الحاسبة هقول شيفت زائد، اللي انتوا بتعملوها شيفت ناقص بتبقى بالآلة الحاسبة شيفت زائد، هتديك 1 1 1 8 وزاويتها 26، دي الواي توتال. طب ما عاوز الزد توتال، الزد توتال 1 على واي توتال، يبقى هقسمها، تديني 8 9 4، يبقى انا كده جبت له الزد توتال والواي توتال، التوتال امبيدنس والتوتال ادميتنس، ماشي كده. طيب عاوز الكرنت في كل برانش، عاوز التيار هنا والتيار هنا والتيار هنا. طب ما انا عندي الجهد الكلي، الجهد هنا هو هنا هو هنا هو هنا، يبقى عشان اجيب له التيار في كل برانش هقول له كده، اذا الاي ار بتساوي الفي على زد واحد اللي هي الار. طيب ال V 200 بزاوية 30 وال R 10 بزاوية 0، تبقى تديني 20 بزاوية 30. ادي كده جبت ال IR. ولاحظ ان تيار المقاومة والجهد بينطبقوا على بعض، يعني الجهد زاويته 30 وال IR زاويته 30، خلاص قصة واحدة اللي احنا بنسميها يونتي. طيب عاوز ال I بتاع الملف، هيبقى الجهد على مقاومة الملف، الجهد 200 بزاوية 30 ومقاومة الملف 20 بزاوية 90، تديني 10 والزاوية ناقص 60. الجهد كان زاويته 30 وعمود عليه كده متأخر تيار، لو انا قست الزاوية دي هتلاقيها ناقص 60، لو قست دي هتلاقيها ناقص 60، اللي انا بسميها لاج، تيار متأخر عن الجهد. عاوز ال I C، ال V على X C، ادي ال V وال X C بـ10 بزاوية ناقص 90،
يطلع لي 20 بزاوية 120 أمبير. الجهد زاويته 30 وعمودي عليه كده، الاي سي متقدم. لو انا اس دي هتلاقيها 120، يبقى هنا ليت. نفس المسألة اللي فاتت، بس المسألة اللي فاتت كان الثابت هو التيار والجهد بيتجزأ، هنا الثابت هو الجهد والتيار هو اللي بيتجزأ. جبت له الاي ار والاي ال والاي سي، عاوز الاي توتال. عندي حلين للاي توتال. الاي توتال يا اما اقول له بيساوي الاي ار زائد الاي ال زائد الاي سي، يا اما بيساوي الفي على الزد توتال او الفي في الواي توتال. يا هجمع الثلاث تيارات، يا الفي على الزد توتال يا الفي في الواي توتال، لازم يديني نفس الناتج. يبقى الاي توتال بتاعي بيساوي الفي اللي هي 200 بزاويه 30 على الزد توتال، كانت الرقم ده كده والزاويه بتاعتها اهي، يطلع ال 200 على 22.37 والزاويه هتبقى 56 85 امبير. ده الاي توتال. مطلوب الثالث نفس القصه بالرسم. بالرسم اثبت لي ان السمشن بتاع الاي ار والاي ال والاي سي بالرسم يساوي الاي توتال. نفس القصه هعمل ايه؟ هاخد سكيل. طيار طالع لي بعشرين وتيار بعشرة وتيار بعشرين. طيب هقول له واحد سنتي مثلا بيساوي نكبرها شوية، هنقول له مثلا اتنين أمبير. وهاجي كده هرسم خط أفقي بالشكل ده كده، ومن الثابت في المسألة الجهد. يبقى أول حاجة هرسم الجهد بزاويته. الجهد بزاويته، الجهد كان زاويته 30 وواحد سنتي مثلا بيساوي مثلا 50 فولت، يبقى 200 على 50 4 سنتي. بس أنا يهمني بس إن أنا هقف هنا كده وآخد 30 الزاوية 30. طبعا انا عشان الورقه مش مسطر ممكن الرسمه ما تطلعش مظبوطه بالظبط. 30 اهي اذا ده الخط اللي انا هرسم عليه الشغل بتاعي. طيب هنا هيبقى موجود الفي، ما يهمنيش بكام. طيب اول حاجه هرسم الاي ار، اي ار منطبق على الفي، نفس القصه بتاعت السيريز بالظبط. هرسم الاي ار منطبق على الفي. ليه؟ الاي ار طالع يعني الاي ار بتاعي ب 20 بزاويه 30 والاي ال ب 10 بزاويه ناقص 60 والاي سي ب 20 بزاويه 120. اي ار ب 30 زاويته 30 يبقى هرسم منطبق على الفي. طيب 20 والسكيل بتاعي 2 يعني هرسم 10 سنتي. كبرته كده عشان يبان. ادي الاي ار رسمته منطبق على الاي ار منطبق على الفي. طيب ونفس الخط ده كده هرسم ده الفي، هرسم واحد الفي اهو بيتقدم الاي ال وبيتاخر عن الاي سي، يبقى هرسم عمودي عليه متقدم هيبقى الاي سي ومتاخر الاي ال. الاي سي عمودي متقدم ومتاخر الاي ال، يبقى هاجي عند الجهد ده كده وهرسم. لو عملت كده ده عمودي عليه إذن متقدم ومتأخر كده.
فوق الـ IC وتحت الـ IL. في حالة الجهد كان تحت الـ VC وفوق الـ IL. الـ IC دايما بيتقطع. لو أنا قست الزاوية دي هتبقى 120، ولو قست الزاوية دي هتبقى سالب 60. طيب يبقى عاوز أجمع الـ IR مع الـ IC مع الـ IL. الأسهل زي ما اتفقنا بجمع على الخط واحد وبجمعهم جمع جبري. الـ IL بكام يا عم؟ الـ IL في المسألة الـ IL بكام؟ فين الـ بسم الله الرحمن الرحيم. في نور رقم 8 طيب هو الاي ال، الاي ال هيبقى 200 على 20 ب 10 والاي سي ب 20. الاي ال ب 10 والاي سي ب 20 يعني الناتج هيبقى فوق. طيب ال 20 ناقص ال 10 يبقى هطرح الاي ال الاي سي ناقص الاي ال لان الاي سي اكبر. ال 20 ناقص 10 تطلع 10 ماشي كده. طيب اذا هوقع الناتج فوق 10 على على السكيل 2 يعني 5. هوقع 5. الورقة اختفت فجأة سبحان الله. ادي 5 ده اي سي ناقص اي ال. هجمع الاي سي ناقص اي ال مع الاي ار زي ما اتفقنا، بجمعها موازيات اهي. الاي ال ب 10 والاي سي ب 20، الناتج بتاع الاي سي اللي هو اللي فوق فهجمعهم مع بعض تبقى هاخد موازيات ليا بالشكل ده كده. ومن نهاية ده كده يبقى الاي توتال اتحسب منين؟ ده بيوازي ده وده بيوازي. المفروض اي توتال منين؟ من النقطه دي. فين الاي توتال بقى؟ هل الاي توتال دي ولا دي؟ يبقى دي اسمها الاي توتال بتاعتي. يبقى الاي توتال بتاعتي اهي، هوصلها كده هقيس الزاوية دي. الزاوية دي تقريبا 56. هي الاي توتال طلع لي بالمسألة بكام؟ اه الاي توتال 56.5 الزاوية. طيب 22.3 22.37 على السكيل اللي هو 2 المفروض يديني 11.1. لو انا قست دي كام سنتي كده؟ حداشر وواحد وشوية كمان يعني. طبعا هو السكيل ممكن تختلف معاك في ايه، في حاجة بسيطة جدا بس الشكل العام بيبقى باين. يعني محدش يطلع لي الاي توتال مثلا هنا او يطلع لي زاويتها صفر. حكاية الزاوية صفر كل مسألة تبقى زاويتها صفر، لا حسب المسألة. الاي توتال هنا ليه زاوية يبقى يطلع لي زاوية. الفي توتال كان ليه زاوية كان هيطلع ليه زاوية. يبقى ده كده يبقى ده الاي توتال. الاي توتال بتاعي طلع ب 11 واحد من عشرة في 2 يعني 22.2 وزاويته طلعت 65 أمبير. يبقى ده الاي توتال بتاعي.
سيادتكم لغاية ما أشوفكم إن شاء الله الأسبوع اللي جاي، هتحلولي المسألة دي كده. 200 بزاوية 60 فولت تسلط على دايرة R و L و C، ال R بعشرين أوم وال L بمئة ميلي هنري وال C بمئة مايكروفارات والفريكوانسي بخمسين هرتز. هنجيب فيها كل المطالب بتاع المسألة الأولانية، ولما تبقى بالشكل ده كده، ادي ال R وادي ال L وادي ال C. هنا بقى مديني ال I total بتلاتين بزاوية صفر أمبير، اداني ال I total، ما ادانيش ال V، اداني ال I اللي داخلها. ال R بعشرة أوم، ال XL بخمسة أوم، والإكس سي بعشرين أوم. طبعا دي إكس إل جي خمسة، ودي خمسة بزاوية تسعين، ودي خمسة بزاوية سالب تسعين. هنجيب الأول، هتجيب لي الواي توتال والزد توتال. بعد ما تجيب لي الواي توتال والزد توتال تقدر تجيب الفي توتال. شوف بقى هتجيبها إزاي. وبعد ما تجيب دي هتجيب لي الأي آر والأي إل والأي سي، وترسم لي الفيكتور دايجرام. المسألتين دول أول ما أشوفكم إن شاء الله الأسبوع اللي جاي هسأل عليهم، وهترسمهم لي بسكيل وتطلع لي النواتج بعد إذنك. هتطلع لي النواتج. سلام عليكم.